وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه. يا ماما ويلي الهوى، يا ماما ويلي، يا ماما ويلي الهوى، يا ماما ويلي، عن الخناجر ولا حضن الخسيس. سألت شيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي، سألت شيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي، دار عني الحقيقة، دار عني حقيقة، وفكني حبيب. سألت شيخ الأطباء دوا الجراح اللي فيا، سألت شيخ الأطباء دوا الجراح اللي فيا، نظر لي نظرة محبة، نظر لي نظرة محبة، وقال دوا يا بإيدي. علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية، علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية. شرط المحبة الجسارة، شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. انا ملاحظ منير كل البوماتك الاخيره قلب مساكن شعبيه، ودلوقتي طعم البيوت، وقبل كده انت حريص ان يبقى ريحه مصر في البوماتك. ينفع ريحه مصر؟ من حق اي مطرب في الدنيا انه يفخر ببلده وبثقافته. عشان كده احنا متعطلين كتير عن عبور مأزق زي البحر المتوسط.
احنا متعطلين كتير عن علاقتنا مع العالم. عشان كده بقول لك المسألة مش سهلة. صحيح منير، انا عارف ان انت ليك وجهة نظر في حال الاغنية اللي احنا وصلنا له. ينفع نقول ان احنا بنتعرض لمغامرة ولا احنا اللي عاملين كده في نفسنا؟ مفيش حاجة اسمها مغامرة في المزيكا او مؤامرة. المزيكا عمرها ما فيها شيء سيء، المزيكا ممكن ضعيفة او قوية، ومهما كانت مصادر الانتاج، وانا راجل مش عنصري ابدا في المسألة دي، لكن المسؤولية الاولى والاخيرة بتقع على عاتق اي نجم. فمش مطلوب من اي نجم ان لو خد 100 جنيه يحط 90 جنيه في جيبه ويصرف على العمل 10 جنيه. مش شيء مشرف ان اي مغني يتعالى على ثقافة بلده من الجنوب للشمال. مصر من امتع البلاد ومن اكتر البلاد ثراء في المزيكا. صحيح. وده مش بعنصرية ولا بانحياز، ده التاريخ. طب ايه اللي حصل لنا يا منير؟ ليه ما بقيناش بنفس الفخر بالثقافة بتاعتنا دي وما بنقدمش شيء طالع من التراب ومن النيل اللي احنا بنغذى منه؟ ان شاء الله بكرة اجمل من النهاردة. انا عمري ما تشأمت. واللي يبطل يحلم يموت. ولو بطلنا نحلم نموت. يعني كلنا شفنا حفلة الاوبرا اللي انت عملتها، كانت حاجة رائعة. مش هتكلم طبعا، دي واحدة من حفلاتك الجميلة اللي كانت كومبلي كالمعتاد. بس اللقطة اللي انا عايز اقف قدامها، اللي انا سميتها في البرنامج البيت بيتك لقاء السحاب، لما انت خدت في حضنك الحلو والحجار وقلت لو فتحتوا قلبي هتلاقوا الاثنين دول قاعدين ومربعين. الحالة دي والروح دي ما بنلاقيهاش كتير يا منير. هي ممكن تعتبرها روح مع كل الأجيال، لكن باستثناء علي والحلو، لأن دول مشوار عمر. أنا مسرحي بيت ضيافة لأي فنان حقيقي. الله. سواء المبتدئ بيت ضيافة طبعا، وجمهوري مضيف جدا، وأنا دايما بلعب دور المضيف، لكن مش من حقي أكتر من كده. المسؤولية تقع على أي مغني، وأعتقد إن الناس في مصر ما بتكرهش أي فنان، لأن الفنان لا هو تاجر مخدرات ولا هو متطرف. صحيح. الفنان حاجة بتسعدنا كلنا. إحنا بنغني في الأوبرا في المركز الثقافي العظيم ده في عدة أماكن. بالصدفة جمعنا النهاردة ميعاد واحد أنا واثنين من قلبي اللي بيحبني بيحبهم. لما يتقال دايما علي والحلو ومنير. اشتقني واحكي لي ومين بيلعب فينا.
وانا ببص على الصوره وانتوا الثلاثي الكبير المنير والحجار والحلو بنبسط قوي لما اشوف منير ومئات الالوف دول جايين ويشوفوه، وبحزن على الحجار والحلو، بس حزني اكتر على الحلو. يعني الحجار فنان كبير قوي مش واخد مكانته، الحلو انت سمعت ان هو اعلن انسحابه واعتزاله وقاعد في البيت، يعني حرام القيمه دي احنا نقدرها كده. انا برضو بكرر ان المسؤوليه مسؤوليتهم، لكن علي الحجار وامثالهم كتير من فنانين اصحاب الاصوات العظيمه هم اعتمدوا على الشكل على المضمون اكتر من الشكل، والفن طول عمره شكل ومضمون. اللي يملك مضمون يقدر يبقى نمرة واحد في اي توقيت، فالفرصة لازالت متاحة لعلي الحجار ومحمد الحلو واللي يملكوا مضمون، لان الفنان ممكن يبقى اقرع، ممكن يتخن، يبقى بكرش، يبقى بعشر فدادين ورا العرش، بس المهم ايه ان يملك مضمون. صحيح. وبالرغم ان الفن برضو فيه انعاش وفيه تسلية وفيه متعة، بس دولة اعتمدوا على المضمون، واي صاحب مضمون ممكن يستعيد عرشه في ثواني. الظاهرة الجديدة اللي انت بتعملها النهاردة هتغني من غير الكترونيات خالص في بعض الوقت. انا عايز اعود جمهورنا على ان الموضة في المزيكا النهاردة اني اشم ريحه المزيكا. بالظبط، من غير الساوند سيستمز والالات بالظبط. لان في اي صناعه في الدنيا ممكن تندثر. يعني ممكن نلاقي زرار قميص بكره مجرد هو الكاوتش بتاع العربيه. صحيح. فضاعت الصناعه دي. الطربوش خلص، بس الحاجه الوحيده اللي مش هتخلص هي صناعه المزيكا. فأنا متشرف إن أنا أكون واحد من دول. يعني أنت على رأسهم وعلى رأسنا كلنا يا منير، وأنا مش عايز أأخرك عشان الجمهور ده هيقتلني لو أخرتك عليهم أكتر من كده. سعيد بيك يا تامر، وبرضه بدعو كل جمهوري لتأييدك وتأييد أي حالة جديدة متحضرة منفتحة، وبشكرك وبشكر بشكر البيت بتاعي فعلا. ربنا يخليك، إن شاء الله لما ينزل الألبوم هيبقى لنا لقاء طويل بقى وعلى راحتنا ان شاء الله. يشرفني. شكرا يا تامر. نيابه عن الناس كلها، بس قالوا لي احضن لنا ابن مصر. انا بعشق البحر زي حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومسافر مهاجر، ساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. ده انا بعشق البحر. زي بعشق السماء وبعشق
عشاك الطريق لأني وهم حياة وانت يا حبيبتي Yeah.